بقول لكم ايه يا بنات، الجو حر اوي، احنا ما عملناش اكل. ما تيجي ننزل نشوف ماما عامله اكل ايه انا كده؟ من رايي كده احنا برضه. نشوفها، نشوفها عامله اكل ايه. خلاص ننزل ناكل معاها بقى، نتغدى عندها، احنا جعانين. وبعدين الجو حر والعيال ماما جاتكم اهي. ايه ده؟ ايه ماما جات؟ ايه ماما جات؟ يعني مين اللي عامل اكل؟ انت يا ماما، مين اللي عامل اكل فيكم؟ انت يا ماما. لا انا ما عملتش. امال يا ماما رحت تغدى؟ انت اللي بتعملي. انا طالعه على السلم بالعافيه، قلت اشوف البنات عاملين اكل ايه. ايوه نقول لماما بقى عامله ويكه بقى وعامله الحاجات الحلوه دي. ما عملتش ويكه، محدش راح السوق بالنهار. لا يا ماما، انا تعبت، قلت اشوف. كل ما ادخل عند باب شقه. لا يا بنت، عامله اكل ايه؟ ريحه اكل ايه؟ ايه ده يعني مش عندك؟ لا ما عنديش. طب ما البنات كلهم قالوا ان هم مش عارفين. يعني عارفين ريحه اكل مين؟ خلاص احنا قاعدين دلوقتي عند صفاء، تقول يا صفاء بقى. طب عايزين تاكلوا ايه وانا اعمل لكم؟ بالطريقه اي حاجه بقى. هي غريبه بتقول لي عايزين تاكلوا ايه وانا اعمل لكم اي حاجه. اه اي حاجه. لا يا ماما، لا معلش. ما انا نفسكم في ايه وانا اعمل لكم؟ انا مش هحير يا غادي، مش عوانا، مش هحير يا نور. لسه خارجين من العيد الكبير. انا حبه شوربه بليدين يكتب فيهم حته لحمه تكون حامضه. انت انواع يا ماما؟ انا بقى مش انواع، انا عايزه لحمه وعايزه مكرونه بالبشاميل. وانت نفسك في ايه؟ انا عايزه محشي رقاب باللحمه المفرومه. اهو يلا بس كده، حاضر. وانا محشي جنب اللحمه. انت نفسك في ايه يا ماما؟ انا حبه شوربه بليدين كده وحته. والله ماما انواع، هي مش عايزه تتعبي. مش عايزه لحمه بجنبها؟ لا يا صفاء، انت كده جيت لها على الوجيع. بس مش احمد يا صفاء، انت كده جيت لها على الوجيع يا صفاء. حته اللحمه البابا اللي هنا مش عايزين غير اللحمه بس، يعني ما ملوكيش حاجه تاني. وانت عارفه انا عارفه ان صفاء تخش المطبخ يا ماما مش تعمل. لا ما طبعا اللحمه لازم المحشي جنبه لحمه. انا قلت ندى هتوفر حته اللحمه بتاعتها صفاء. لا طبعا هتقوم تخش المطبخ مش هتعمل لنا اي حاجه. ما صفاء ما عملتش حاجه، انا هطلع عند نادي. منور يا ماما، يطلع عند نورينا. ده تعمل كل حاجه، مش من قلبك، مش من قلبك. يعني غلط تحت الترس. ايوه مش من قلبك. نورينا يا ماما. انت عارفه هي عدل بتكرم يا ماما. يا طول يا ماما، الطول لقاها طلعت المحشي من القلب من الفريزر، ولقاها عملت محشي. ايوه طبعا يا ماما. مخزناه وجايه تقول لي اعملي لي محشي. طب انا مش مخزناه محشي. من ايدك انت حاجه ثانيه يا صفاء. من ايدي انا حاجه ثانيه ايه بس؟ ومن ايدك انت ده كل واحده هترمي بلاها على الثانيه يا ماما. ومن ايد نادي هتعمل حاجه. من عينينا يا ماما بس كده. طب بقول لك ايه، طلعت لي اللي انت فتحتي نفسك على المحشي بس كده. من عينينا يا جماعه. يلا امي مش من قلبك احنا عايزين ناكلوا محشي. مش من قلبها برضه. ما بتقومش. طب ما تقومي تبعتي. حاضر امي يعني. هي يا جدعان ده مش من قلبها، انتوا مش شايفين وشها عامل ازاي؟ طب لو هي جنبك انت يا غاد. يلا شكرا عشان مفتوح تحت. طب انزلي بقى اعملي لنا انت عندك. بس وانا موافقه. سيبنا يا غالي من نادي وصفاء مش من قلبه. انا بقى خلينا فيك انت يلي من قلبي. ماشي يلا يلا. عندك ايه انت بقى؟ عندي ايه؟ عندي فراخ وعندي لحمه والحمد لله يعني. ايه؟ وعندي محشي بتنجان. عندي بتنجان هقوره في ثانيه وهعمله لك على طول يا ماما. بقول لك ايه، سيبك بقى من اللحمه والحاجات دي، احنا عايزين ناكل سمك. سمك؟ اه عندي سمك. عندي. طب سمك يا ولدي، ده سمك في الحر، ده هو التم تشرب الميه لما تقولي بس. اللحمه والفراخ والحاجات دي. وانا دلوقتي ما احملوش في الحر، انا عايزه طبق ملوخيه خضراء كده. بس وحتة لحمة انت اللي عارفاني يا صفاء. اللحمة البيضة. يا بتوسك ما تسمعهمش. ما احنا عارفين انت بتحبيها. عارفة يا غالي الحتة البيضة احبها ليه يا غادي؟ ليه؟ عشان اسناني. هتتملط غير النسيرة. ايوه فعلا. خلاص دلوقتي هناكل عند مين يعني؟ هناكل عند غادي. لا منا هربت مننا يا ماما، فيبقى عند منا. مش هتسيبوها. وراها عند منا يا ماما. النهارده بكره هنصبح صايمين ونروح نسحر عند منا. لو النهارده الغدا احنا عايزين اكله يا ماما، عايزين اكله متينه. احنا في الصعيد ما ناكلوش السحور غير المرقه والفطي. يا ماما في الحر. والله في شهر سبع. في الحر يا ماما. هناكلوا المرقه والفطير نسحروا بيه. والمناب الناس هتشرب ميه في الافطار ما هتقدرش تاكل. عن السحر وبالمرقه والفطير باللحم. يا نهار ابيض. ما بيتعبوش ولا نتعب ولا جرالنا حاجه. ده تعبنا غير النوم. على كده يا صفاء. يا غالي ما تعبناش غير النوم هنا اهو. النوم يا نور عين اللي تعب الناس. والله العظيم ما تروحوا البلد انتوا وتبنوا جاموسي وتطوروا في الصبح. نفطر. يا غالي الكسل، الكسل يا ولد. كل ما كان بقى ماما ولي طبعه. طب انا هقول لكم بالله عليكم، الصحيان بدري ولا الصحيان اللي بدري؟ الصحيان بدري طبعا. بس احنا معانا عيال يا ماما، هما اللي بيخلونا ما نصحاش بدري. يا حاجة صفاء ما كلها معاها عيال يعني، هما في الصعيد ما معاهمش عيال. متعودين على كده، لكن احنا مش متعودين على كده. نعودوه. حاولوا تعودوهم ان هما يناموا بدري. عودوهم بدري. والله يا غدا يا ولدي، معانا حتة قدام البيت تتربي ثلاث اربع جاموسات.
وانا اعلمكم الحليب. انتوا علموا العيال يصحوا بدري ويناموا بدري. اي هننام بدري عشان خاطر نروح السعيد مع ماما، عشان ماما خلاص ان شاء الله قريب راح تطلع. انا مش هحلب انا ولا انا ولا جوزي بنشرب لبن. ما تحلبوا انتوا احسن، وفرتها لنا يا ماما. وفرتي انا نشرب احنا الحليب يا سلام. والنبي دي ما تروح تشوف اللبن في السعيد. لا لا ما انا شفت يا ماما لما رحت المره اللي فاتت. انا عايزه اروح السعيد عشان اللبن. النبي ما واقول ده احلى لبن تشربيه. والله العظيم يا غاده النهارده قاعده مع نفسي وقلت بس لو البطاقة في ايدي لكنت البتين نهاكدي وليت عادي مسافرة على السعيد. وهاخده وهتصل ابونا انا في المرش الجديد. هتروحي معايا؟ والله معاك. واللي يحاجني معاك تعرفوا اللي هتروحي معايا فيش جواز هيقدر يقولها ما روحت ليه. لا 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 ما يقدرش يتكلموا. طب انا هاجي معاكي ونسيب ابراهيم. يعني هنا ضراوة وهناك لا؟ هناك اصعب من هنا يا ماما. والله ما نفتحوا الباب فخر النهار هيقول لك هيبقى الجو حكاية. وهنا برضو بالليل ساعات بيبقى مطر يا صفاء. عيب موت كنا نايمين تحت السجر نقعد تحت السجر يا وهيبي. احلى قعده اللي بره والله. نقعد انا وهي تحت السجرات ونشوف الفروجات عيرعوا والحمامات. بقول لك كنت عاوزه اشغل الفروجات دول يا صفاء. عاوزه اشغل الحمامات دول يا صفاء. يا خالد لا ان شاء الله ماما احنا هنروح باذن الله انا وانت كده ونسيبهم بقى هنا كده. ايه ان شاء الله نظبطها بس همسك البطاقه وانت بتبينها في ثانيه. بتبينها في ثانيه. لا انت رحت وانا هي امبارح هتسالني هتقول يا ماما تعدلوا متى البيت؟ عايز نروح. قلت لها حتى في فتوح المدارس احنا معانا شي عيال في المدارس ان شاء الله يوم باذن الله. تروحوا وتشوفوا الخير كله في ايام المدارس وتشوفوا البنات الشباب الحلوه اللي جايه من المدارس تشوفوا الصعيد على طابعه. ان شاء الله يا ماما نروح في اخر الصيف يكون الجو ان شاء الله يا ولد. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه طيبه ان شاء الله. اللي قعدت حي يكون عدلت البيت. ربنا يبارك في عمرك. ونروح السنه الجايه نضحوا في البلد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يدينا حياتك ان شاء الله يا ماما ويعود علينا وعليكم الايام بالخير عشان ندى وصفاء يغسلوا المنبار في الصعيد. لا مش هنجيب منبار في الصعيد تاني. خلوا ندى وصفاء يغسلوا المنبار في الصعيد. منا وغاده بقى. منا وغاده. بالظبط منا وغاده ما نغسلوش ليه؟ ده بقى دوركم انتوا المره دي. ايوه غسلوه انت وهي. انا وندى تبنا. ليه توب مال هناكلوا ايه؟ ناكل المنبر يا جدعان. ناكل اي حاجه. منبر ليه ذكريات جميله الصراحه. لا ربنا يعود علينا وعليكم. اللهم امين يا رب. يا رب يا ماما. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. طيبين.